شافني انا بدل الراي ديالو قالك بغيت سبونسوريزيك انت على هو باغي ليميسيون ولا باغيني انا صراحه ما عرفتش شحال هو متبع البرنامج ديالها ودايغ هو اللي اقترح على اساس انه يسبونسوريزي داك ليميسيون شافك انت الى شونجي دافي وهو غادي يبقى يعزل هنايا انا بعدا ما غاديش نخسر صاحبتي على ود سبونسور وانا نهاد راه يمكنش نخسر سبونسور راه الا خليته غيمشي عند واحد اخر مالك ياك لاباس والو ماما كيفاش والو عينك حمرات بحال الجمرات وكتقولي لي والو مالك مشى ليا سبونسور من البرنامج وكان مالو جا خطبك ومشى راه كنجيبها غير الخدمه وتنتي غدا بحال التران ضحكي شويه واش هادي هضره ماما كتكال السيد واش جاي يخدم معايا ولا جاي يتزوج بيها راه ضحيكه من هنا وابتسامه من هنا تقدر تجيب لك راجل شو انا فيك نهضر ويا فيك بغيتك ماما شي مره تفهميني شي مره تحسي بيا انا غادي نشرح لك دابا سبونسور خلى البرنامج ديالي مش اختار البرنامج ديال نهاد ها ايوا هذه هضره اخرى ياك تنقول لك ردي بالك من هذيك السامه ها هو السيد اجبر برنامج خلى ديالي ومش اختار البرنامج ديالها وانا فرحت ليها الله يسهل عليها عزيزه عليا وصافي بقى فيها راسي راه بنادم يقدر يعطيك الضحكه الصفراء وهو راه قادي حاجته وفيقي شويه ما فيا ما يبقى يهضر صافي خليني نمشي لبيتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يا بنيتي الله 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 علاش بنيتي دوك الحوايج جاريهم بالثمن وكاسا كتقطعي فيهم علاش حوايجي هادو ندير فيهم اللي بغيت لهم من الصعد ندير اللي بغيت بنيتي كون قطعتينا غير دوك الشراوط اللي فوق ظهرها ما يبقاش فيا حال بنادم اللي غدا يدير يستاهل اكثر من هذاك الشيء ماماني هاد ما درت حاجه باقي فيا الحال على راسي انا بنيتي نعلي الشيطان بدي تميزي خوك من عدوك راه الا مشى سبونسور يجي سبونسور غير تيقي في راسك بنيتي ماما ما خليتيش ليا شي ثقه في الراس ماما انتي الزمان ملي كيصبح الصباح وانتي عليا شوفي بنتي بلي انا تزوجات شوفي الاخرى راه تزوجات الاخرى ولدات جوج ولاد الاخرى ولدها ولا كيتمشى انا شنو هاد الراديو هاد خدمتي ما عجباتكش يا ماما ياك متقله عليك اش غنقول لك بنيتي الله يهديك انا عييت والله بنيتي لا عييت معاك ديري اللي بغيتي في راسك